السلام عليكم من جديد. بعد مضي مدة يمكن أن أقول لكم تقريبا 12 يوم، لقد وصلنا المنتج وقمت بفحصه، لم أجد أي مشكل. قمت بتجربة المنتج وهو يشتغل جيدا. مدة الشحن أو المدة التي استلزمت لكي يصل المنتج أو تصل السماعات إلى المغرب فهي قرابة 12 يوم. اليوم أو في هذه اللحظة سوف نريكم، نقوم بعمل أنبوكسين للمنتج وسوف نريكم يعني كيف الحالة التي وجدت المنتج عليها. أيضا سوف نشارككم كيف نقوم أو ما هي العملية التي نقوم بها فور أن يصلنا المنتج، لأنه لا يكفي أن تشتري المنتج ويصلك لحد البيت، لكن هناك خطوة يجب عليك القيام بها وسوف نشاركك إياها الآن. نقوم بتسجيل كتابة البريد الإلكتروني ثم الباسورد. السماعات قمنا بشرائها يوم 18 غشت سنة 2013، أخذت 24 ساعة لكي يتم التأكد من عملية الدفع، 24 ساعة أخرى على ما أظن لكي يتم إرسال المنتج إلينا، أي بمعنى على أن الأوردر أو السماعات تم إرسالها لنا عبر البريد يوم 20 غشت. نحن اليوم في 11 شتنبر سنة 2013، يعني أن العملية أخذت تقريبا 12 يوم. سوف نقوم الآن بتأكيد أو إيصال معلومة إلى البائع أو الموقع بأننا قد تسلمنا المنتج. سوف ندخل على View Details لمعرفة، سوف نقوم بالنقر على Select All باختيار المنتج وننقر على Confirm Order. Yes, Submit. هكذا نكون قد ختمنا هذه العملية الخاصة بالشراء. تتبقى خطوة صغيرة جدا وهي اعتبرها هي الأهم، وهي أن تترك فيدباك. الفيدباك، ما فائدة الفيدباك؟ والفيدباك بالنسبة لك أنت لا تستفيد أي شيء مادي، لكن عندما تفتح حساب على الإكسبرس فشكله كشكل أي حساب على أي موقع إلكتروني، يكون لديك بروفايل، وذلك البروفايل يتم تنقيطك على حسب مستواك، يعني ليفل 1 ليفل 2 إلى آخره. على إكسبرس هذا الأمر متواجد، فكلما اشتريت يتطور مستواك، وكلما تلقيت فيدباك جيد من عند الآخرين فهذا أيضا يطور مستواك. وبما أن المنتج في صورة جيدة، يعني الأمور كلها جيدة، أيضا سوف نقوم بإعطاء إكسلنت. سوف نقوم بكتابة رسالة صغيرة هنا أيضا، سوف نقول في أي شيء، أن نقترح من يشتري الناس هذا المنتج، وعندما يقوم البائع بقراءة هذه المعلومات هو أيضا سوف يعطيك 5 نجوم. إذا هنا تتبادلون العملية أو التنقيط ما بينكم. Thank you.
We'll be right back.